بسم الله الرحمن الرحيم، جريد فور، أهلا بيكم ورجعنا مرة تانية. سكند ترم، الترم الثاني إن شاء الله. طبعا زي ما أنتم عارفين إن في جزء من الترم الأول من الكتاب بتاع الفيرست ترم علينا، هيبقى عندنا ليسون 6 في السبيد اللي هو الخاص بالسولار كار والجاس كار أو الفيور كار. ده اللي هنشتغل عليه في الترم الثاني، والجزء الخاص بالكونسبت فور اللي هو كلوجن اللي هي التصادم. فيبقى هو ده محور شغلنا لحد ما نشوف ان شاء الله كده ايه المنهج الجديد اللي نازل لنا. لسه طبعا الكتاب ما نزلش ولسه ما عملناش اي مذكرات فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نبدا بقى نشوف ليسون 6، اخر ليسون في كونسبت 3 الخاص بالسبيد. هو بيتكلم على النوعين من الكارز اللي هي سولار كار اللي هي السياره الشمسيه، وعندي نورمال كار. طبعا النورمال كار دي اللي هي الفيول كار اللي هي الخاصه بالجازولين، شغاله بالجازولين. والسولار كار دي عليها حاجه اسمها سولار سيلز، اسمها السولار سيلز يعني خلايا شمسيه. هذه السولار سيلز المفروض هي اللي بتشغل الكار. تعال نشوف بقى الفكره ايه بتاعت الموضوع ده. اول حاجه الفيول او النورمال كار. النورمال كار دي طبعا انتوا عارفين انها شغاله بالجازولين اللي هي النورمال كار، وطبعا انتوا عارفين الجازولين دي فيه نوع من الكيميكال بوتنشال انرجي اللي هي الكار بتاعت الفيول اللي هي بتاعت الجازولين، بيكون فيها بوتنشال او كيميكال بوتنشال انرجي اللي هي الطاقة الشمسية، طاقة الجازولين اللي هو البنزين اللي عندي. وهو ده الفكرة بتاعت عمل هذه النوع من الكورس اللي هي مين يا جماعة؟ اللي هي كيميكال بوتنشال انرجي. تعال نشوف مع بعض كده الفكرة بتاعتها. الفكرة بتاعت الجازولين كورس او الفيول او النورمال كار انها كونفرت، بتحول الكيميكال بوتنشال انرجي الموجوده في الفيول، بتحولها الى نوع من الكايليتيك انرجي. وهذا النوع من الكايليتيك انرجي طبعا زي ما انتم عارفين بيتحول داخل الكار انجن، داخل موتور الكار، وبتحول عندي الى كاينيتيك انرجي. وهذا الكايتيك انرجي هو ده يا جماعه السبب في حركه الكار. يعني السبب في حركه الكار هي الكيميكال بوتنشال انرجي اللي بتتحول الى كاينيتيك انرجي داخل الكار انجن وتحرك الكار. بالنسبه للنوع الثاني اللي هو السولار فيكلز او السيارات او العربات الشمسيه، طبعا زي ما انتم شايفين كده مغطاه بنوع من انواع السولار سيل او الخلايا الشمسيه، ومعروف ان هذا النوع من الخلايا الشمسيه بتحول السولار انرجي الى الكتريك انرجي، بتحول السولار انرجي اللي هي الطاقه الشمسيه الى الكتريك انرجي، وهذه الالكتريك انرجي هي اللي بتحرك الكار. طيب تمام يا سيدي، تعالى نكمل مع بعض كده نشوف اللي احنا عايزين نعرفه ايه في الجزء ده اللي هو الادفانتجز اند ديس ادفانتجز، الاضرار والمميزات بتاعت هذا النوع من الكار. تمام، تعالى يا جماعه مع بعض كده نشوف ايه الفكره بتاعتنا. السولار انرجي او سولار فيكلز، موست اوف كارز باورز باي جازولينز، اللي شغاله يا جماعه بالجازولين از فيول، طبعا ده نوع من الوقود. But this car produces exhausts that pollute the air and causes climate changes. معظم السيارات اللي مش او كل السيارات اللي شغاله يا جماعه بالجازولين طبعا بيبقى عندها نوع من انواع الفيول ده بيطلع منها exhausted. كلمه exhausted يعني عادم، وهذا العادم بيعمل ايه؟ بيعمل نوع من البليوشن اسمه كلايمت تشينجز، او اول حاجه بيعمل نوع من البليوشن اللي هو اير بليوشن، تلوث هواء. وهذا تلوث الهواء يا جماعه يؤدي الى حاجه اسمها كلايمت تشينجز يعني تغيرات مناخيه. يبقى العادم اللي خارج من السيارات النورمال كار
وده احد عيوب النورمال كار انها بتطلع اكسيوسيس اللي هو الوقود او العدم بتاعها. هذا العدم بيأثر عندي على الاير، بيعمل حاجه اسمها اير بليوشن او تلوث هواء، وهذا التلوث في الهواء يا جماعه في النهايه بيكون عندي كلايمت تشينجز، يعني تغيرات مناخيه. انا عايز اعرف يعني ايه كلمه تغيرات مناخيه يا سير؟ هقول لك انا ايه معناها. حاليا دلوقتي احنا بنلاحظ ان المناخ نفسه فيه تغيرات وتقلبات سريعه، شويه يبقى الجو برد جدا، شويه يبقى الجو حر جدا، امطار شديده، مره في شمس قويه، دي كلها بسميها كلايمت تشينجز. سببها ايه؟ سببها العادم بتاع هذا النوع من السيارات بيملى الجو، بيملى الاير، ويعمل حاجه اسمها كلايمت تشينجز او تغيرات مناخيه. طبعا بيعمل بليوت، وكلمه بليوت يعني تلوث. لكن الاذر فيكلز اللي هي بتشتغل بالالكتريستي، طبعا واضح جدا ما دام شغاله بالكهرباء يبقى دي ما بتلوثش البيئه، ولكن بالرغم انها ما بتلوثش البيئه نوت بليوت ذا انفيرمنت، ولكن لها اضرار ثانيه ومميزات ثانيه هنقولها مع بعض دلوقتي. هذا النوع من الكارز ذيس كار الكتريك فيكلز عندها باتريز، عندها بطاريه، وهذا النوع من الكار بيتشحن. وطبعا انتوا عارفين ان ده حاليا موجود او نازل في مصر النوع ده من السيارات، والسيارات ديت لازم تكون لها خصائص معينه، لان طبعا الباتري مش هتديها باور زي النورمال كار، زي الكارز اللي ماشيه بالجازولين. طبعا الباور هنا يا جماعه يختلف، طبعا بتاعه الجازولين هيكون فيها باور اعلى. تمام. Can you imagine that the car never has a stop to stop for gas or a charge؟ طبعا هذه العربيات يا جماعه that never has to stop for gas or a charge، يعني العربيات ديت لو دخلت انها ما وقفتش، لا هتقف. هتقف نتيجه ايه؟ النورمال كار لو ما فيهاش جازولين هتقف، السولار كارز هتقف لما الشارج او الباتري بتاعتها تفضى. علشان كده الانجينيرز اللي هم المهندسين عملوا ايه؟ بداوا يقللوا الويت بتاع هذا السولار فيكلز، العربيات بتاعه الطاقه الشمسيه، يقللوا الوزن بتاعها. ليه؟ because the power of this car بيكون less than the power of normal car. الطاقه اللي خارجه من العربيات اللي هي شغاله بالباتري او بالسولار انرجي بيكون الباور بتاعتها اقل من الباور بتاعه النورمال كارز اللي هي الجازولين كارز. وده بيعمل ايه؟ لازم اقلل الوزن علشان تقدر تتحرك. تعال نشوف كده مع بعض في الجزء ده اللي هو ملخص ايه الفرق ما بين الديس ادفانتجز اوف فيول باور كار، ايه اضرار هذا النوع الكار اللي هو الفيول اللي شغال بيه الجازولين، ايه اضراره او ايه عيوبه، وايه عيوب الالكتريك كار. تعال نشوف مع بعض كده. اول حاجه بالنسبه للفيول باورد كار اللي هي الجازولين كار، طبعا ات نيد جاز ستيشن، محتاجه محطه وقود، وبتعمل حاجه اسمها كازس كلايمت تشينجز، تؤدي الى التغيرات المناخيه. ليه؟ دي تو ذا اكسيوستد اللي هو العادم اللي خارج من العربيات دي. الاكسيوز اللي احنا قلنا العادم الخارج من هذا النوع من الكارز يؤدي الى تلوث البيئه باليود ذا اير، وبيعمل حاجه اسمها كلايمت تشينجز. دي تعتبر عيوب النورمال كار، لكن من مميزاتها انها عندها هاي باور، قوه عاليه. يعني لما اجي اعمل ريسنج ما بين عربيه شغاله بالسولر او الباتري وعربيه ثانيه شغاله بالجازوين او بالفيول، هنجد ان فرق كبير جدا في الباور، في الفورس، في القوه، في الكاينيتيك انرجي بتاعه الفيول. هتبقى الكاينيتيك انرجي بتاعتها اكبر طبعا من اللي شغاله بالبتري. علشان كده بدا الانجينيرز اللي هم المهندسين اللي بيصمموا هذا النوع من السولار كار ان هم يقللوا الوزن بتاعها، فبداوا يشيلوا حاجات منها ملهاش لازمه او حاجات ممكن تزود الويت. زي ايه؟ زي حاجه اسمها اسبيدوميتر، وكلمه اسبيدوميتر يا جماعه يعني عداد السرعه. حاجات كتيره جدا من كارز بيشيلوها منها الاسبيدوميتر، وده اللي موجود في الكار العاديه.
تعال نشوف مع بعض كده الادفانتيجد يوز اوف ذا سولار فيكلز، اللي هي المميزات والديس ادفانتيجز والعيوب. تعال نشوف الان المميزات كده ايه. اول حاجه دونت نيد جازولين فيول، اهو هتلاقي موجوده برضه عندنا اهو، اللي هي ادفانتيج اللي هي دونت نيد جازولين فيول، اللي هو الادفانتيج بتاعتها. تعالى بس نكمل من الكتاب هنا عشان الناس كلها مع الكتاب. دونت نيد جازولين، مش محتاجه جازولين. دونت نيد تو تشارج زير باتريز يوزنج الكتريستي. انا عندي خلي بالك السولار فيكلز واحده كده مش انت هتشحنها، لا. السولار دي يا جماعه شغاله بالسولار انرجي، بالطاقه الشمسيه. وبالتالي طول ما في صن بتاخد السولار انرجي وتحولها الى الكتريك انرجي تحرك. السؤال اللي انا متوقعه، طب وبالليل يا سير ما فيش شمس؟ حاضر. بالليل بتبدا هذا النوع من الكارز تعمل تخزن الانرجي في باتريز وتبدا تشتغل بيها في وقت عدم وجود الصن. طول ما في صن بتبدا تدي للانجن بتاعتها الكتريستي ويبدا الكار تتحرك. في حاله عدم وجود الصن بتبدا هذا النوع من الكارز ان هو يخزن الانرجي الموجوده عندي، يخزنها وبالتالي يشتغل بيها في حاله عدم وجود الصن يعني بالليل. طيب حاضر يا اسير، لحظه حبيبتي حاضر. تعال شوف السؤال ده هنا. From the previous picture which car will pollute the air؟ من في دولة هتلوث الهواء؟ أكيد طبعا النورمال كار اللي شغالة بالجازولين. ليه؟ لأنها بتطلع قلنا إكس هيوستس، كلمة إكس هيوستس اللي هو العادم، بريديوز إكس هيوستس إن هو بتطلع عادم، وده بيعمل بليوت للإير يلوث الهواء وفي الآخر يسبب حاجة اسمها كلايمت تشينج. تعال نكمل الأدفانتيجز المميزات والأضرار. Don't need to charge the batteries، مش محتاج ان انا اشحن البطاريه، وده لانها زي ما قلت لك بتشتغل بالسولار انرجي. Don't cause air pollution، ما بتسببش تلوث في الهواء، وبالتالي ما بتسببش حاجه اسمها climate changes او تغيرات مناخيه. امال ايه اضرارها؟ ده واضح ان ما عندهاش اضرار. لا، فيها عيب وهو ايه؟ The amount of energy that we can get from the sun is not great as the amount of energy that we can get from the gasoline or electric batteries. يبقى بتاعت الصن هنا الطاقة اللي جاية من الصن ما هياش زي الطاقة الناتجة من الجازولين أو من الباتريز، علشان كده بتبقى البار بتاعتها أقل. يبقى هو ده يعتبر العيب بتاعها. تمام. زي ما قلت لك من شويه المهندسين بداوا يقللوا الوزن، لايت ويت، بيخففوا الوزن بتاعها. فعملوا ايه؟ ريموف، شالوا موست اوف ديفايسز ذات ذا كار ساتش از، شالوا مجموعه من الديفايسز من الاجهزه اللي في الكار دي، زي حاجه اسمها سبيدوميتر. السبيدوميتر ده يا جماعه بيسميه عداد السرعه، اللي بقدر اعرف بيه الزيوت بتاعت الكار من غير ما احسب. انا اخدت قبل كده ان عشان اعرف الزيوت بتاعت الكار اشوف الديستانس، اشوف التايم، واعمل ديستانس ديفايد التايم يطلع لي السبيد. لا، العربيات دي كلها او السيارات كلها حاليا هي النورمال مزوده بحاجه اسمها سبيدوميتر، وده بيسموه عداد السرعه، وده موجود مزود في الكارز والايروبلينز واي حاجه بتتحرك، حتى الموتور بايك يبقى فيه سبيدوميتر. فطبعا شالوه من هذا النوع من الكارز عشان يخففوا الكار ويبقى الباور اللي عندي تقدر تحركها مسافه اطول. In the following steps you will design a way to calculate the solar vehicle's speed where the fastest solar vehicle can اكبر او اسرع عربيه ممكن تصل الى تقريبا 88 كيلو متر بير اور، 88 كيلو متر في الساعة، وطبعا دي سرعة بسيطة جدا. العربيات النورمال يا جماعة بتصل إلى 240 و260 وأكتر من كده كمان كيلو متر بير اور، يعني معنى كده البار بتاعها أكبر. ده اللي هو بالنسبة للأدفانتيجز والديس أدفانتيجز. يبقى الديس أدفانتيج بتاعة الفيول محتاجة طبعا جازولين ستيشن، وفي نفس الوقت بتعمل بليوت للاير،
وبتعمل حاجه اسمها كلايمت تشينجز. عيوب الالكتريك كار ان هذه الالكتريك كار محتاجه الهاز باتري كانت بي تشارجد، لازم اشحنها، العربيات الشغاله بالالكتريك. انما اللي بالسولار انرجي بتبقى لايت، دونت نيد فيول، دونت نيد تشارج، لان هي اساسا بتشحن نفسها بالالكتريسيتي بالصن. كمان دونت كازز كلايمت تشينجز، يعني دازنت بليوت ذا انفيرمنت او ذا اير. اضرارها زي ما قلنا من شويه، الاموت اوف انرجي جيت فروم ذا صن is smaller than gets from gasoline or electricity. ده تقريبا يا جماعة الفكرة اللي عندي. تعال نشوف الأسئلة اللي هنا، أنا هسمح للناس. اتفضلي يا أسيل، اتفضلي. سيل هي العربية. Number one, check your understanding. The exhaust produced from the electric vehicle causes climate changes. نشوف مين أول واحد. كريم، اتفضل يا كريم. فولس. ليه يا كريم فولس؟ طب انا هقول انا فولس. ان يا جماعه الالكتريك فيكلز ما بتطلعش اي اكسهيوستد، انما النورمال كار او الجاز كار او الجازولين كار هي اللي بتطلع اكسهيوستد، وبتعمل طبعا بيوت الاير وتؤدي الى الكلايمت تشينجز. نمبر 2، ذا اماونت اوف انرجي وي كان جيت فروم ذا سان is greater than the amount of energy we can get from gasoline. نشوف مين اللي هيقول. يوسف، اتفضل يا يوسف. غلط يا سيف. غلط يا يوسف. ليه يا يوسف غلط؟ طب يوسف برضو قفل. طبعا يا جماعه لان العكس بيحصل، الانرجي اللي هي produced from the gasoline car بيكون اعلى من الانرجي اللي خارجه من السولار او الباتريز كار. نشوف نمبر 3. Reducing كلمة reduce يعني بتقليل. هنا الانجينيرز، الانجينيرز اللي هو المهندسين بتوع الكارز دولت بدأوا يقللهم ال weight of the vehicles make it move faster. نشوف من كده. أحمد وائل، اتفضل يا أحمد. يا وائل لو سمحت يا سير، أنا بس ينفع أقولها إيه؟ هتبقى يا سير فورس. ليه؟ عشان يسير بيقول يقلله. ما هو بيقلل الوزن بتاعت مين؟ اللي هي لما يقلل الوزن بتاعت، ايوه لما بيقلله سرعه، بيقلله الحاجات اللي فيها، يعني مش شبه النورمال كار. لا، بيقلله الحاجات اللي فيها، تبقى ايه؟ تو موف فاستر، تمشي اسرع. ايوه تمشي اسرع. يبقى صح ولا غلط؟ تبقى ترو. ترو، انت قلت في الاول فولس. ترو، مظبوط. لان هنا يا جماعه احنا قلنا بيشيل بعض الديفايس الموجوده في هذا النوع من الكارز علشان يخلي الكارز تمشي اسرع، وطبعا لان الباور بتاعتها اقل طبعا من الباور الثانيه. كده تقريبا خلصنا الليسون بتاعنا. هنعمل ايه دلوقتي؟